طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احسن ناس؟ انا النهاردة حبيت يعني ايه اشارككم كده تجربة انا بعملها كتير، ماشي؟ بس انا النهاردة ايه قلت اجرب تجربة ايجابية واوثقها فيديو، يعني بدل ما نعمل توك توك تافه والناس تتريق والناس تضحك. هو بيبقى موضوع ترفيه عشان الايام السوداء اللي احنا عشناها، ايام الفيروس والكورونا اللي مالي العالم كله. فدلوقتي طبعا النهارده اجازه مفيش شغل، فانا متعود دايما ان انا باخد العجله وبمشي بيها بلف بيها في الايام العاديه داخل المدينه. لكن طبعا في ايام كورونا والهم اللي احنا عايشينه دوت وكله قافل وكله في البيت، طيب احنا ما قدمناش حاجه نعملها غير وقت النهار. بدل ما تقعد في البيت وتكتئب، ماشي، وهي الحياة كئيبة خلقة، ماشي، وهي أيام سودة، ربنا يعديها على خير. ده هو غضب من عند ربنا، بس يا ريت الناس تفهم، الناس ترجع لربنا. فقلت إيه، بقالي فترة كده من أيام كورونا بطلع من المدينة اللي أنا عايش فيها وبروح مدينة تانية، تمام، يعني على حسب ما ربنا مديني من صحة ومن قوة بعمل يعني. فقلت كده افرجكم على البرازيل في ايام الحظ. طبعا في الايام العاديه بتبقى العربيات يعني هنا خفيفه، ولكن طبعا بعد ايام الحظ بتحس ان انت ايه الهواء انضف. يعني الحاجه الحسنه الوحيده اللي عملها كورونا فينا ان الهواء دلوقتي بقى انضف. دلوقتي مفيش عربيات كتير، مفيش دخان، مفيش مصانع، مفيش شركات، كله قافل، فالهواء دلوقتي تحس انه انقى. فقلت اوثقها معاكم كده وأوريكم مناظر طبيعية كده والخضرة الكوكب الأخضر هنا في البرازيل، وتبقى تجربة إيجابية وياريت الناس تعملها بدل ما الناس تقعد في البيت وتنكف في بعضيها وتتخنق والشيطان يركبك. ولو عندك مشاكل، يمكن في بعض الناس ممكن تشوف الفيديو ده تقول لك يا عم ده عم سامح ده رايق، ربنا ما يوريك الروقان اللي أنا فيه. بس أنا قلت يعني إيه، الواحد بيطلع من الجو اللي هو فيه، ماشي، ربنا وحده اللي عالم بكل واحد، ماشي، وتبقى حاجه ايجابيه. بس الناس تعمل زيها، هات لك عجله، العجل رخيص مش غالي يعني، هات لك عجله وعيش بيها وقت النهار ما فيش حظر، سواء في مصر او في اي دوله، واطلع بالعجله ولف، هتشم هوا نظيف، ماشي، هتطلع الطاقه السلبيه اللي عندك، هتطلع الطاقه اللي عندك بدل ما تتخانق مع فلان ولا تتخانق مع علان ولا تتخانق وتزهق والشيطان يركبك ووساوس الجو ده كله. اطلع اتمشى واخرج بالعجله، امشي وامشي واتكلم مع نفسك واتكلم مع ربنا، لان في الحاله دي انت هتهرب من نفسك. طول ما انت قاعد في البيت الشيطان بيوسوس لك، عندك مشاكل وفلانه وفلان وعلانه وبتاع وهعمل ايه، هتلاقي نفسك هتتجنن، يا اما هتعمل حاجه في نفسك يا اما هتعمل حاجه في حد تاني. لا، انت اهرب من نفسك في الظروف اللي زي دي، اهرب من نفسك واطلع بره وخليك واتكلم مع ربنا وبس، اشكي له، ماشي، لان الشكوى لغير الله مذله. فاشكر ربنا وطلع طاقه سلبيه اللي عندك في طاقه ايجابيه، اعمل جري الدم اللي عندك بدل ما تقعد في البيت ودمك يبقى واقف ودمك يبقى تقيل ورزل. طلع الطاقه اللي عندك واتكلم مع ربنا، اقعد في حته خضره كده وان شاء الله هوريكم واحنا ماشيين في الطريق، اقعد في حته كده لوحدك واتكلم مع ربنا واشتكي له وبين ضعفك لربنا. اوعى تظهر ضعفك لحد، اظهر ضعفك لربنا وبس، لان ده الوحيد اللي لازم يشوفك ضعيف واطلب منه، ما تطلبش من حد، اطلب من ربنا وقول يا رب، قول يا رب بس، مفيش احسن من ربنا. طبعا معايا في رحلتي عجلتي الجميله دي، رفيقه الدرب بتاعتي، يعني دي اغلى ما املك لانها بتستحملني كتير، بتلف معايا كتير، كل ما بسافر البلد وبروح حته باخدها معايا شقيانه معايا. ف اشوفكم ان شاء الله في المقطع الجاي ان شاء الله باذن الله. احنا هنمشي وهوريكم بعض المناظر والفيديوهات هسجلها في الطريق ان شاء الله، ونشوف احنا هنمشي النهارده في قد ايه وهناخد وقت قد ايه. اشوفكم على خير. Thank you.
مخصص للدرجات، خليك دايما على طريق جانبي أسلمك، يعني هو طريق كبير يعني كويس. أصعب حاجة هنا في البرازيل الطرق، لأن الطرق هنا لو هتلاحظوا إن أنا بنهج ده بسبب إن الطرق ارتفاعاتها كتير جدا، هتلاقي طريق عالي وطريق واطي. فدايما أنت طول طريق البرازيل عامة، حتى في الشوارع الداخلية مش بس الطرق السريعة، لا حتى في داخل المدن شارع عالي وشارع واطي، حتى لو انت ماشي على رجليك هتلاقي نفسك بتنهك، يعني لدرجة ان في بعض الطرق او الشوارع داخل المدينة بيبقى لها درابزين. هتتخيلوا الكلام ده؟ طبعا في ناس مش هتصدق الكلام دوت، لكن الناس اللي عاشت بره وفي بلاد كده شوارعها عالية وواطية، ف دي لها نفسك دايما بتنهك وتعبان. البرازيل بيبقى دايما مرتفع، يعني مرتفعة، فالأكسجين فيها بقى برغم إن هي كلها شجر على الطرق السريعة داخل المدينة، هو كوكب أخضر. يعني أنا في بعض الناس بيسموه كده، أنا دايما بسميه كده كوكب أخضر، يعني كتيرة وأنت طاير يا اما طريق اسفلت يا اما خضره، نجيله شجر، بس بتشم احلى حاجه في التجربه الموضوع ان انت حر طريق، متعه منك لربنا، بس تكلم مع ربنا، تفكر في حياتك، تخطط لمستقبلك. طبعا انا بحس وانا بقول الكلام ده ان انا حكيم، يعني مش عارف الصوت ظاهر ولا لا من الهوا، بس والله يا مش مساله حكمه ولا حاجه، يعني هي فضفضه، راحت مش لاقي حد يتكلم معاه، فبيتكلم مع الكاميرا واخدين بالكم. بصور من كاميرا في الموبايل، ما معيش كاميرا احترافية، كاميرا موبايل عادية، كاميرا أمامية ومثبتها على العجلة بصور. طبعا مش عارف اتحكم في التليفون ان انا اصور لكم المنظر الطرق، او لكن انا هحاول اوقف واوريكم منظر الخضرة والشجر، متعة تقول سبحان الله. وبعدين أحلى حاجة في الدنيا إن أنت تعيش في وسط الخضرة، اللون الأخضر ده يريح الأعصاب، يريح النفس، بيدي طاقة إيجابية كده زي البحر. يعني الناس اللي عايشين في مناطق ساحلية تلاقيهم دايما رايقين وخايفين كده، وليل البحر بيدي طاقة إيجابية برضو. مش عارف ليه أنا حاسس إن أنا في نفسي كده إبراهيم الفقي، حاسس إن أنا إبراهيم الفقي عمال أتكلم عن الطاقة، مش عارف إيه، بس الواحد يعني إيه بيفضل إن أنا أعمل كده، الواحد بيهرب، بيحاول يقول أي كلام بدل ما يتجنن في الدنيا اللي إحنا عايشينها. بس عن كل يعني في أي كان الحالة اللي تعيشها، والحمد لله
طالما انت لسه عايش يبقى ربنا عايزك، وما تعترضش على حكمة ربنا. ماشي، ودايما حاول تكلم ربنا، حاول تتكلم وانت سعيد وقول الحمد لله، وانت حزين تكلم ربنا برضه اشتكيله، قول يا ربنا انا زعلان، اشتكيله وقول واسأل ربنا وقول يا رب انا ظلمت في ايه، انا غلطت في ايه. مش دايما احنا مش دايما صح، دايما اللي عنده مشكلة بيبقى شايف نفسه هو صح، الطرف التاني هو الغلط. حتى لو كنت انت مظلوم بس انت غلطت، يعني لو انت حتى عندك مشكلة وحد أذاك أو عمل لك مشكلة، لو بصيت في المشكلة وطلعت بره نفسك كده، طلعت بره روحك وفكرت كده بنظرة غير نظرتك وحطيت نفسك مكان حد تاني وشافك كده، هتكتشف إن أنت غلطت. ممكن تكون غلطت في إيه؟ ممكن تكون غلطت في حق نفسك، إن أنت اديت فرصة للطرف التاني أيا كان مين الطرف التاني، في العمل، في الحياة الأسرية، في الدنيا. والله يا جماعة أنا بقول لكم الكلام دوت، وأنا بقول الكلام ده لنفسي، بقول الكلام ده لنفسي عشان أعرف أستمر في الحياة وأعرف أعيش. لازم تكون واقعي، ما ينفعش تبقى دلوقتي شايف نفسك ملاك وشايف نفسك أنت اللي صح دايما. حتى لو أنت كنت مظلوم لازم تقول في جزء من المشكلة انت غلطان فيها، ان انت تنزلت عن حقك، ممكن ده اكيد انت غلطت لما انت تتنازل عن حقك وسكت تهاونت وقلت مش مشكلة وقلت عدي الموضوع وقلت كبر دماغك عشان الحياة تستمر. كل ده غلطك انت، لانك انت اديت فرصة للطرف التاني انه يحس انك ضعيف او ان يحس ان انت متهاون حقك وان انت ما عندكش مشكلة في اللي بيعمله، وبعد كده بيتمادى في اللي بيعمله. فما تجيش انت بعد كده تحاسبه وتقول له انت غلطت، لا، ما انت اللي اديتني فرصة، انت اللي اديتني جرين لايت، انت اديتني الضوء الاخضر ان انا اعمل اللي انا عايزه وانت ما اعترضتش. ما تجيش بعد فترة طويلة لما البالونة بتاعتك تكبر وما تستحملش وتيجي تقول لا انا تعبت. لا، كان المفروض من الاول خالص تحط قوانين في حياتك. انا بقول الكلام ده بشكل عام، سواء في الشغل او في العمل او مع اصدقائك، كل حاجه في حياتك لازم تكون حط خطوط لحياتك. في أي علاقة، علاقة عمل، علاقة صداقة، علاقة زواج، حتى مع أبنائك لازم تبقى حاطط قانون. والقانون ده بيتعمل بناء على معاملتك أنت. أنا طالع مرتفع دلوقتي، فالقانون ده بيتعمل مش فرض، هو بناء عن معاملتك مع الناس. يبقى عارف حدودك بتتعامل ازاي علشان الناس تتعامل معاك، يعني ما تبقاش بلطجي. بلطجي مش معنى الضرب والكلام ده كله، لا، بلطجي في المعاملة، اللي انت تفرض رأيك لازم تمشي. انت ممكن تكون غلط، تفكر نفسك صح، هتدور نفسك وهتطلع نفسك غلطان، والناس تبعد عنك، تبقى انت الوحش. في نفس الوقت مش هتعرف تمشي، هتتعمل لانك انت ما احترمتش صاحبته وما احترمتش اراءه وما احترمتش كلامه، وبالتالي هو مش هيك. طالما انت ما سمعتش من حد ما تطلبش حد يسمعك، عشان كده دايما
الواحد يسمع أكثر من كلمة، تسمع عشان تفهم، تسمع عشان تقدر تحدد شخصية اللي قدامك شخصيته ايه، وبالتالي تعرف تتعامل معاه ازاي. لكن طول ما انت بتتكلم تتكلم من صوتك انت على كيفك وما تفهمش اللي قدامك، ممكن يكون اللي قدامك صح وانت الغلط. حاجة مهمة كمان عايز اقولها، انما للصبر حدود زي ما قالتها ام كلثوم، بمعنى الصبر اقصى حد ان انت تصبر على حد هو 3 مرات. اول مرة هتقول لازم تصبر عشان ما كانش عارف ان هو اللي عمله ده غلط معاك، ان انت ما بتحبش ده، او الحاجة اللي هو عاملها دي ضرتك او اذيتك او انت ما بتحبهاش، فتصبر عليه اول مرة لان هو ما يعرفش اللي هو عمل ده غلط. تاني مرة تصبر هنقول نسي، هتديله عذر تقول نسي معلش. تالت مرة تبقى المرة الأخيرة، يبقى إنذار. لازم تعرف اللي قدامك إن التالتة تبدأ، أنت صبرت آخر مرة تالت مرة علشان يبقى تقول، أما تيجي تقول لأ يبقى لأ عن قناعة وإن أنت اديته أكتر من محاولة. أكتر من 3 مرات يبقى أنت ضعيف، يبقى أنت هزء. صدقوني يا جماعة، لأن خلاص لو المرة الرابعة هقول لك لا ده ضعيف، ده بق مش هيقدر يعمل حاجة، مش هيقدر، لأن هو خلاص أنت استحملت أكتر من 3 مرات. المرة الرابعة تبقى أنت ضعيف، ولو صبرت في المرة الرابعة يبقى أنت وصلت له رسالة إن أنت ضعيف. وصدقني مش هتقدر تاخد موقف لا في الخمسة ولا في السبتة. ليه؟ لأنك خلاص صوتك مش هيبقى مسموع، صوتك مش هيبقى مسموع، وهتبقى بتتكلم على الفاضي ومحدش بيسمعك، وهتبقى تافه في نظر الناس وحتى في نظر نفسك. فعشان كده اصبر 3 مرات بس في اي حاجة، وصلت من 3 مرات. حاجة تانية عايز اقولها، متعملش حساب لحد، اوعى تعمل حساب لحد، هو ربنا وبس، ربنا سبحانه وتعالى. معنى الكلام ده في ناس بتفهمه غلط، تقول لك يعني ايه متعملش حساب لحد؟ طب ابويا وامي واخواتي واصحابي، ابوك وامك واصحابك واخواتك، تعمل حسابهم ان انت ما تأذيهمش ما تضرهمش، ولكن لو بتعمل حاجة في حياتك والحاجة دي هيتأثروا بيها الناس اللي حوالين منك، ابوك امك اخواتك مراتك ابنك اللي هم اقرب ناس اصدقائك على العين والراس. ولكن نصيحة يا جماعة، الاصدقاء حاجة كويسة ومنقدرش نستغنى عنهم، ولكن أنا ليا نظرة في موضوع الصديق شوية، بمعنى إيه؟ هكلمكم بعد كده في موضوع الصديق. ولكن بالنسبة لقراراتك في الحياة، لما تيجي تاخدها تعمل حساب أبوك وأمك في حالة واحدة. أنت هتعمل حاجة، هتعمل مشروع، هتشتغل، هتتجوز، هتعمل أي حاجة. لو أنت شايف 100% إن أنت القرار اللي أنت خدته ده صح ومظبوط ومصلحتك فيه، شايف ان ابوك وامك واخواتك مثلا معارضين معاك، وانت متاكد 100% ان الموضوع اللي انت ماشي فيه ده صح، هيفضل هو ايه؟ خلاص ما تسمعش ليهم، امشي في الموضوع خلصه. لو نجحت هيحبوك ويحترموك ويقولوا لك والله انت كان ليك حق وانت كلامك صح، ويبقى انت كسبتهم، كسبت ثقتهم وكسبت احترامهم ليك. هيقولوا بعد كده هيسمعوا لك ويعرفوا ان انت تفكيرك دايما صح وقراراتك صح.
ولكن لو غلطت والموضوع فشل ايا كان النوع الموضوع يعني بتكلم بشكل عام من الشجاعة ان انت كلهم تتأسف لهم وكلهم تتأسف انا غلطت انا اسف ولكن لازم تتحمل مسؤولية اختيارك طالما انت قررت يبقى انت سيد نفسك وسيد موقفك وانت ايه سيد نفسك وسيد قرارك لازم تتحمل القرار اللي انت خدته وما تلجأش لمساعدة حد لازم تحل مشكلتك بنفسك صدقوني يا جماعة حلو ان انت تتكلم مع الناس وتفضفض مع الناس بس مش مع حد مش مع اي حد مش اي حاجة تقولها مش اي حاجة تتكلم فيها متكلمش في امورك الشخصية العائلية دي حاجات معينة دخان هطلع خلاص من المدينة وهدخل على المدينة تاني متكلمش كل حاجة في كل التفاصيل في أدق التفاصيل مش مع أي حد ناس معينة والناس دي ناس تبقى عارف ومتأكد إن اللي أنت الكلام اللي أنت هتقوله ده هيتنسم بمجرد إن ما أنت قلت مش هي الكلام اللي أنت قلته ده مش هيطلع لحد تاني مش عارف أنا إيش الحوار اللي أنا عادي ولا لأ في بوابات تطلع مكان عالي مكان عالي بس اقول لكم المنظر هي دي احلى مكان في الدنيا ان انت في وسط الخضرة كده لا في ناس ولا في حد شايفين المنظر خضرة على مرمى البصر خضرة وبس وشجر دي الطرق ما بين مدينة ومدينة في البرازيل خضرة وبس أحلى حاجة في الدنيا إنك تهرب من نفسك تهرب من الدنيا تهرب من الناس والله مش عارف ليه احنا دايما ما بنفتكرش ربنا غير في المشاكل وبس ما بنفتكرش ربنا لما بتحصل لنا مشكلة وبس ثم ربنا ما كرمك والبلية لعبة معاك والحياة كويسة بتنسى ربنا ممكن تنسى تصلي ممكن تنسى ان تقول الحمد لله على اللي انت فيه وتفكر ان انت فيه دوت ده عشان انت شاطر وعشان انت ذكي وعلشان انت احسن واحد في الدنيا طب ما هو الذكاء والشطارة وكل دوت ما هو من عند ربنا برضه يعني الذكاء والشطارة والكلام ده كله برضه توفيق من عند ربنا فلازم نقول الحمد لله لازم نقول الحمد لله ما ربنا يكرمنا في شيء نقول الحمد لله شكرا يا رب وما ربنا يبتلينا بمصيبة مفيش مانع ان انت تروح حتة كده فاضية كده لوحدك وتتكلم معاه واشتكي وقول يا رب انا غلطت في ايه طب ليه كده طب وبعدين ماشي ممكن ربنا اكيد ربنا بيختبرك واكيد ربنا عايزك تشتكي له وتفتكره
تعالى نقعد كده على الارض كده، مش احسن من قعده الارض؟ نفسي انا اقعد القعده دي زمان. والله ربنا كبير، والله العظيم ربنا كبير. والبلاء اللي احنا فيه والوباء اللي احنا فيه، سبحان الله. شويه يعني كان يجي على خطر اي حد في الدنيا على بالك يعني ان انت يجي شويه يجي فيروس يقعد العالم كله في بيتها؟ عارفين يعني، فاكرين فيلم بتاع محمد هنيدي لما قال لك انا هقعدكم في هنايمك من المغرب يا صين؟ ده شويه برد نايم العالم كله ليل نهار، خلاكم قاعدين في البيوت، شركات تقفل ومحلات تقفل وناس تخسر فلوس. الحاجة الوحيدة يمكن اللي كسبتها، اللي الحياة كسبتها، ان الدنيا ارتاحت شوية من الدخان والتراب والعفرة والزحمة والتلوث البيئي. دي الحسنة الوحيدة اللي عملها الفيروس كورونا، الناس تهدت في بيوتها وتحطت في اختبار لكل واحد ازاي هتستحمل مراتك ونكدها وزنها والوشيش العكرة، وازاي انت هتستحملي جوزك بخنقته وملله وزهقه والتلاكيك بقى والحاجات دي كلها، وانت والاسرة بقى عامة بقى هتستحمل عيالها ازاي وهم قاعدين كمان مدارس. فده اختبار الناس هتستحمل بعض ازاي، خدوا بالكم، اختبار ليكم البشرية كلها هتستحمل بعض ازاي في بيوتها. ماشي. الناس في الغالب في العادي الناس بتبقى بتشغلة وبترجع البيت، كل واحد جاي من بره مع قرف الشغل وزهقان وبتاع، تبدأ تتخلى على بعض وكل واحد يقول لك انا زهقان وعندي مشاكل في الشغل وفلانة خنقتني وفلانة عملتني وفلانة زهقتني وفلانة. طيب يا سيدي، وصاحبك وبتاع، طيب يا سيدي اديك انتوا قعدتوا في البيوت وشكوا في وش بعض، انت وعيالك ومراتك وابنك وجوزك والكلام ده كله، هتستحملوا بعض ازاي؟ لا في اصدقاء ولا في شغل ولا في اي حاجه. هل المشاكل هتنتهي؟ يعني انتوا متخيلين لو الناس ارتاحت وقعدت في الشغل، مشاكلك في الشغل هتنتهي؟ طيب انت خلص من مشاكلك من الشغل من مديرك ومن زمايلك، طب وفي البيت؟ مش هيبقى في مشاكل في البيت؟ فده اختبار، اختبار وعايز قوه جامده جدا، قوه جبار ان انت تستحمل. والناس دلوقتي المفروض يقولوا ان هم الناس عايز الناس ليك، يعني كان مراتك ولا ان كان جوزك ولا ان كان عيالك، هم دول احلى حاجه، احسن حاجه عندك في الحياه المفروض يعني. او ان كنت عايش مع ابوك وامك او عايش مع عيالك، فهتستحملوا بعض الناس ازاي بقى؟ سيبك من اصدقائك وسيبك من الناس في الشغل والحياه والكلام ده كله وجارتك والكلام ده كله، لا ده انت بقى والناس اللي منك بقى اللي انت مش هتهرب منهم، هتستحملوا بعض؟ ولا هيبقى في تلاكيك بقى وزهق وكل واحد يطلع عيوبه في التاني؟ فده اختبار كبير لصبر الناس على بعض، خدوا بالكم، ده اختبار لصبر الناس على بعض وصبر الناس في الدنيا وتحملها. ربنا يعديها على خير يا رب. يعني كنت بقول من ضمن الحاجات ان انا بقولها ما تعملش اعتبار لحد، برضه هو ربنا بس اللي تعمل له اعتبار. كلنا اما هنموت محدش بينفع حد، لا ابنك هينفعك ولا ابوك هينفعك ولا اي حد بينفع حد. فصدقوني يا جماعه، احترم الناس في الحياه، احترم اهلك، احترم عيلتك، احترم اصدقائك، احترم الناس، اعمل حساب زعلهم، ولكن ما تعملش في حياتك وفي مستقبلك ما تعملش حساب لحد. خد نصيحه واسمع الكلام، خد منه الصالح، خد منه الكلام المفيد واعمل بيه واللي يمشي معاك، والكلام اللي مش هيعجبك واللي ما فيهوش صالح ليك ما تعملوش. تعود الكلام، يبقى عندك مبدأ في الحياة، عشان بعد كده لما تقابل ربنا محدش هيساعدك ولا حد هيعملك حاجة في الدنيا. خلاص انت عندك مال وعندك عيال وعندك اهل وعندك وعندك وعندك، اغلب ما فيش حد هينفعك غير ان هم يدعوا لك بس بالخير. فاللي ينفعك في الدنيا ان انت تعمل خير في الدنيا، عشان الناس بعد ما تسيب الدنيا الناس تفتكرك بالخير وتقول والله
كتر خيره الله يرحمه وربنا يغفرله، دي احسن حاجة الناس ممكن تعملها لك في الدنيا، لكن في الاخر اللي هتاخده معاك هو عملك برضه، ان انت تبقى كويس عملت رضيت ربنا، وده اهم حاجة، لان الرضا الناس عمرها ما هترضى. لو جبت مال الدنيا لو صعب ان انت ترضي الناس كلها، صعب. فانت ارضي ربنا الاول، ارضي ربنا الاول، وعشان انت ترضي حد في الدنيا انا لازم تكون انت راضي، يعني لازم انت تكون انت راضي. ما تقوليش الناس اللي تقولك انا اهم حاجة عندي سعادة الاخرين على حساب مصلحتي، لا مفيش الكلام ده، الكلام ده كله بلح. انت عمرك ما هتبسط حد طول ما انت زعلان، صدقوني، يا اما تبقى منافق وكذاب. لازم انت تكون مبسوط عشان تبسط اللي حوالين منك، ولازم تكون انت مرتاح عشان تريح اللي حوالين منك، ولازم تكون انت راضي عشان ترضي اللي حوالين منك. لان فاقد الشيء لا يعطيه. انت عمرك ما هتضحك في وش حد وانت حزين، ده قوة احنا البشر لا يمتلكها. فانت ارضي ربنا الاول، ارضي ربنا الاول، وبعد كده ارضي نفسك عشان تعرف ترضي الناس اللي حوالين منك. عمرك ما هتعرف ترضي الناس اللي حوالين منك طول ما انت مش راضي. سبحان الله، الواحد بيفضفض من الفراغ اللي هو فيه. فأحسن حاجة ان انت تتكلم، تخرج اللي جواك، تتكلم مع ربنا. في ناس تقولك ده سامح اتجنن، والله لو ده جنان يبقى ما فيش احسن من كده جنان. يا رب ربنا يهدي كل عاصي، وربنا يصلح كل متضايق، وربنا يهون علينا غربتنا في الدنيا وفي الحياة. خدوا بالكم يا جماعة، الغربة مش ان انت تبقى بعيد عن بلدك، لا والله، غربة تكون غربة عن البشر. ممكن تكون عايش في بلدك وفي بيتك وتحس بالغربة، غربة ان انت محدش فاهمك، غربة محدش بيسمع لك، غربة محدش فاهمك، غربة ومحدش بيحبك. فدي اصعب غربة، اصعب من غربة ان انت تكون عايش في بلد تانية او في مدينة تانية. ربنا يستحقنا وربنا يخرجنا من الدنيا دي على خير، يجمعنا بربنا بأعمال حسنة وكويسة. زي ما في أحسن من كده، في أجمل من كده منظر. شايفين طريق منطقة عالية كده، هنا نازلة 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 نازلة، بص 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 بص، شايفين المنظر يا جماعة؟ خضرة في كل حتة في البرازيل، خضرة وبس. أحلى حاجة في البرازيل بتعجبني اسفلت خضر نجيل، ده بسبب الشتاء، كل السنه ممطره. شايفين الحته النازله اللي تحت دي؟ مش لاقي حته عاليه وحته واطيه. دي البرنسيس يا حبيبتي، احلى حاجه في الدنيا ان انت ممكن تحب جماد، تحب عجلتك، تحب تليفونك، تحب موبايل، اللابتوب بتاعك، حاجات بتنفعك والله العظيم وبتساعدك في الحياة، ممكن تساعدك أحسن من الناس والله. مع إن الواحد ما يقدرش يستغنى عن البشر يعني، ولكن هذه حاجة زي ديت تديك رياضة،
انا طول عمري بحب حاجتي، بحب اشيائي، وده العبد الفقير لله، العبد الفقير الى الله. يا رب يا رب يا رب. يلا نكمل طريقنا. طيب احنا بقالنا اكتر من ساعة دلوقتي الدنيا لسه بدري، الشمس لسه بدري. طب انا هروح اعمل ايه دلوقتي؟ قعدت البيت يعني بجد ربنا من الوري. وانا ماشي كده كنت خلاص وصلت للمدينة بتاعتي، فلقيت طريق بيعد على مدينة تانية جنب مننا، مش المكان اللي انا عايش فيه يعني، المكان اللي انا ايه شغال فيه. فقلت ايه هنطلع كده نستكشف المدينه ديت، الشمس ضربه في عيني مش شايف حاجه، قلت نتمشى كده ونستكشف العالم ده والمدينه دي تروح في ايه. اهو الواحد بيحاول يضيع وقت ماشي وقت المغرب كده حلوة يعني، هي قرية صغيرة بس يعني فيها أسفلت حلو ونايم وجميل. ده بفتكر هنا في البرازيل، هنا الطرق هنا في البرازيل الناس اللي في مصر بتقول لك أوحش طرق في مصر. لا يا جماعة، كل حتة في العالم هتلاقي طرق حلوة وطرق وحشة. هنا في البرازيل في طرق بتبقى ما تعرفش تمشي بيها على رجلك يعني، ما تعرفش، متكسرة ومتهربدة وحشة. في طرق حلوة نشوف كده المدينة دي تروح في ايه، ده وقت. للأسف بقى اكتشفت إن الطريق اللي أنا ماشي فيه عكسي، لأن الشوارع هنا في البرازيل لمعلوماتكم يعني عشان الناس تبقى عارفة، مش كل مش زي مصر كله داخل خارج كله رايح جاي، لا في شوارع رايحة وفي شوارع جاية، وأنت ماشي لازم تبقى عارف أنت ماشي. عشان كده انا غيرت الطريق، في طرق بتبقى رايحه بس وفي طرق جايه بس. هي بتبقى متعبه هنا في البرازيل في حاجه، ان انت عشان توصل للشارع لازم تلف، مش ما ينفعش تمشي كده تختصر الطريق كده وتمشي العكس، لا طبعا لازم تلف. بس بتبقى كويسة يعني، بتبقى ماشي مطمن، ما انتش عارف ان انت مش حد هيقف هيقابلك في وشك كده، واخد بالك؟ فدي بتبقى منظمة، مش مهم ان انت تلف ولكن بتبقى منظمة يعني. مش عارف يا جماعة، أنا بقالي فترة حاسس إن أنا عندي برد، عندي إسهال في البلاخين، مش برد، إسهال. الحمد لله يعني ما عنديش برد ولا كورونا ولا أي حاجة، ولكن إسهال، مناخيري سايحة 24 ساعة. بفكر أجبسها، أحشيها جبس، لأن اتخنقت مناديل وحاجات كتير يعني. طبعًا الواحد في أيام كورونا دوت لازم في حاجات كده إيه اتعلمها، الواحد لازم يعرف يكتب شويه ويتعلمها. بدات اخد في حاجه اسمها اوميجا 3 وفيتامين سي. اوميجا 3 دي جماعه بتوع كمان اجسام والرياضه والكلام ده كله بياخدوها دايما، بتنوي الجسم وبتديك طاقه وتمنع عنك الامراض يعني وكده، وضربات القلب والدم والحاجات دي فهي مفيده يعني. وفيتامين سي طبعا محتاجينه في الظروف الصعبه اللي احنا عايشينها دي. الناس شايفين عمالة تطلع مرض وعمالة بتشوف يقولوا لك العبيط ده ولا ده، عشان في ايام كورونا والحاجات دي لازم تشرب برتقال، تاكل برتقال وليمون وحاجات دي كتير، الموالح يعني الحاجات اللي زي دي مفيدة يعني. فيتامين سي واوميجا 3 انصح الناس يعني تاخدهم في الفترة اللي احنا عايشينها.
بتقوي المناعه يعني وكده. سمعت يعني حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. رجعنا المدينة تاني، عارف ان احنا قطعنا فيها حوالي ساعة ونص على أكتر، ساعة ونص هي ساعة 35 ساعة. لو عايزين تشوفوا مسار الرحلة هنزل مسار الرحلة كله في برنامج اسبوعين، هنزل الخريطة فيديو بيسجل فيه البرنامج مسار الرحلة كلها والصور اللي أنا خدتها ويعني أماكن خريطة الرحلة. يا رحلة مش رحلة كبيرة يعني، رحلة صغيرة، ولكن يا رب تكون ممتعة كويسة. هتلاقوها على الفيسبوك نزلها النهاردة. معلش انا اسف، الناس بتقول انا برد بس هو مش برد، هو اسهال في المراخير يعني. رسالة ومحكم للناس الناس تتعلم حاجة، الواحد بيحاول يعمل حاجة حصل يعني، تشجع حد ان يعمل حاجة، تدي معلومة، تدي كلمة. تمام، الناس تلعب رياضة، بلاش الحزن يوقفكم مع وحدتكم، اعملوا اي حاجة ايجابية، تلعب رياضة في البيت، تلعب رياضة في الشارع. هنا كلها بتخرج تمشي في الشارع، اللي عنده عجلة، اللي بيمشي على رجليها الناس بتمشي على رجليها، الناس بتركب عجلة. يا رب يحمي العالم كله من المرض ويحمي البشرية كلها. أشوفكم على خير إن شاء الله. ربنا يكون مهم ترك كل واحد أي حاجة كله عشان بكرة، عشان النهاردة، لأن الواحد جعان. يا رب، وأحسن حاجة في الدنيا دي قول يا رب، اوعى تقول يا عبد، قول يا رب. والله الواحد مكسوف يمشي في أي حتة في مراكزه. ربنا يسلمك، أشوفكم على خير.